لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. هذا كان ديدن وشعار الكفيف هشام بكورة ابن مدينة تريم بحضرموت، الذي نشأ وترعرع في حلقات القرآن منذ نعومة أظافره، حتى ظفر بحفظ الكتاب المبين كاملا عن ظهر قلب عن طريق الاستماع لقراء بارزين ومشهورين. بدأت مشواري في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وجلست في هذه الحلقة سنتين. بعدها انتقلت إلى مركز أبو موسى الأشعري النموذجي، وكان في انتقالي في لهذا المركز قصة، وهو أن أول مركز افتتح في مدينة تريم هو مركز أبو موسى الأشعري النموذجي، اللي هو في كان في الحاوي، بعدين انتقل إلى الفجير. فرأيت الطلاب ذهبوا يعني إلى المركز، ذهبوا على الباص، فقلت أنا أريد معهم، وأنا لا أدري إلى أين مكان أين يذهبون يعني. فسألت المدرس هنا، قلت له أين الطلاب يعني، فين راحوا الطلاب؟ قال والله يريدون الحلقات التحفيظ، مركز أبو موسى الأشعري النموذجي يتحفظوا القرآن. فقلت في نفسي أولا أنا أريد أن أتحفظ القرآن، فثم ذهبت إلى والدي وقلت لهم أريد أن أتعلم القرآن الكريم. فقالوا لي يا هشام أخوانك يشوفون ما تعلموا، فكيف أنت بتتعلم، كيف بتتعلم القرآن الكريم وأنت أعمى ما تشوف؟ فقلت لهم أنا أصريت أريد أن أتعلم القرآن الكريم. هدف مرسوم وضعه بكورة نصب عينيه ومضى في تحقيقه والوصول لمبتغاه عبر تدرجه في حلقات تعليم القرآن بين الفئات العمرية والمستويات التعليمية، حتى استطاع حفظ القرآن وهو في سن مبكر. شاركت في كثير من المسابقات المحلية أولا، بينها مسابقة القرآن الكريم للمكفوفين السادسة للمكفوفين التي كانت في صنعاء في ذلك الوقت، وحصلت فيها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، أيضا مسابقة رحاب القرآن الكريم ومسابقة ربيع القلوب وعدة مسابقات محلية. التحقت بالإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية الأمر عند الشيخ عبد الله علي بن قرموس، كان في الجمعية الخيرية في مركز أبو موسى. فاستكملت الدورة الاستكمالية، ثم انتقلت إلى الشيخ محمد مؤمن بامؤمن، فأكملت الدورة المكثفة عند الشيخ محمد، ثم رجعت إلى عند الشيخ عبد الله بن قرموس في جمعية الدعوة الخيرية، وأكملت أكملت عرض الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان استغرقت كلها 3 سنوات. الحافظ الكفيف بالصوت الشجي الجميل ما إن أكمل حفظ القرآن إلا وانخرط في مسابقات محلية وخاض منافسات تحد مع غيره من الحفاظ المبصرين، لكنه تغلب وتفوق عليهم في منافسات عديدة، وفاز في المركز الرابع هشام سعيد أحمد بكورة من الجمهورية اليمنية بجائزة قدرها 170,000 ريال. وفي آخر المسابقات العالمية التي شارك فيها مسابقة عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية، ليتنافس مع 174 متسابقا من 123 دولة، أحرز فيها الحافظ بكورة على المركز الرابع عالميا في واحدة من أشهر المسابقات القرآنية. حقيقة هذه المسابقة الدولية تعتبر رائدة المسابقات الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، شارك في هذه المسابقة أكثر من 174 متسابق يمثلون 123 دولة حول العالم، وحصلت فيها على المركز الرابع على مستوى العالم في فرع القرآن الكريم كاملا. فأهدي هذا الفوز أولا لوالدي الكريمين وللجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وجمعية الدعوة الخيرية ومركز أبو موسى الأشعري، وكل من علمني ولو حرف واحد من القرآن الكريم لهم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان، أيضا جمعية رعاية تأهيل المكفوفين.
مركز متقدم رفع من خلاله اسم اليمن عاليا، لكنه للأسف لم يحظى بالاهتمام والتشجيع كما يجب أو ينبغي. فبكره الحافظ والإمام الكفيف المتقن قصة إلهام في شغفه وإرادته وحفظه وإتقانه في إحراز المراكز المتقدمة وخطفه للأضواء في أكبر المسابقات القرآنية عالميا التي لطالما يحلم المبصرون بالوصول إليها تنافسا وسباقا لا فوزا وتفوقا. فهم برماده، قناة سهيل، وادي حضرموت.